السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. أحداث كتيرة الفترة اللي فاتت وأحداث بتحصل حاليا، والحصريات مع أسامة حسن، أسامة حسن ملك الحصريات، أسامة حسن مش بتاع سندوتشات، والحمد لله كله بيستخبى دلوقتي، كله بيخاف. أنا اللي بكسب دلوقتي وكله بيخاف وبيستخبى، بس أنا أرجى منكم لما براهن بنفذ. ده الفرق بيني وبينكم، يعني اللجنه الالكترونيه دول مهمش لازمه عندي، يعني ما بسمع لهمش ولا كلهم موجودين. سمعت ان النادي الاهلي تعاقد مع مدرب جديد عنده 36 سنه. مدرب يا اسس، ده مهاجم. انتوني ده مهاجم؟ انتوني ده مهاجم؟ لا يا جدع، انا مدرب احمال ولا مدرب مساعد لكولر. ده مهاجم، مهاجم عنده 36 سنه؟ ده ايه الاحتراف ده؟ احترف عنده 36 سنه؟ معقولة بقى زي كريستيانو وميسي؟ اه والله العظيم مهاجم. مهاجم عنده 36 سنة. طب أنت يا أسامة توقعاتك إيه مع المهاجم ده؟ أه قول لي بقى توقعاتك إيه؟ أعتقد يعني أعتقد إن فيها إمنة وهنبحث فيها وهجيبها لكم. إزاي اتعاقدوا مع لاعب عنده 36 سنة وفرط في واحد زي محمد شريف؟ محمد شريف ده يا جماعة مهاجم كبير جدا، وزي ما قلت لكم مهاجم كبير جدا. وقالوا قال إيه بقى؟ حطوا له في العقد بتاعه ما يلعبش في اي نادي في مصر غير الاهلي. مفيش الكلام ده، رغبه اللاعب اللي بتتكلم فيها. هنشوف بقى اللاعب ده مين اللي جابه ومين اللي اختاره واختاروه ليه في السن ده، وجابوه لاعب ولا مدرب. اعرف ده كله، انا بقى هعرف وهعرف بطريقتي وبعرف اقول لكم. نادي الزمالك اوسوريو، ماله اوسوريو يا سامي؟ ما جاش، هرب، مش عايز يرجع تاني. يا عالجل الالكترونيه الكدابه، ويا على الطعم اللي الناس بتبلعه من عندنا في النادي والناس المسؤوله. يا جماعه انا قلت لكم على ابو الفتوح وزيزو، في ناس قعدت معاهم من ضمن الاسباب بفضل ربنا الحمد لله انا كنت معاهم، ان الناس دي قاعده في النادي ومن ضمنهم اوسوريو. خد فلوسه والراجل ده عنده كلمته ومدرب كبير وبيحب ويحترم جميع نادي الزمالك قوي، زي ما احنا كده بنحب الكيان وبنشجع الكيان، احنا هو زينا دلوقتي وراجل محترف وعايز ينجح. وأقول لكم على حاجة بقى قالها لرجل الأعمال ده. قال له أنا مش عايز لعيبة جديدة، رغم كنت عايز 5 لعيبة جديدة، مش عايز، بس أطالب منك إنك تدي فلوس للعيبة القديمة وتراجع المستحقات بتاعتهم عشان أبني على هذا الأساس. إيه؟ هبني على هذا الأساس. كلمة هبني دي حط تحتها 100 خط. أنت عندك لعيبة برضو سوبر ستار، مش اللي مش في منتخب، عندك منتخب اولمبي قوام رئيسي بيلعب ورا كل نادي الزمالك، فهبني على هذا الاساس. هبني يعني لازم احنا كجماهير ان في مسانده كبيره جدا. هبني يعني ممكن السنه دي بين الدورين، اول الموسم اللي جاي مش الموسم ده، هبني. دي ليها عوامل كتيره جدا. انا عايز يعمل فريق ينافس على البطولات، بقول لك هبني، فلازم الصبر عليه. ده مدرب كبير ومدرب محترم كلنا بنحترمه، والتوفيق ليه ان شاء الله. هتلر يا جماعه عمال يصوت، واحنا معاك يا هتلر، عمرنا ما هنسيبك. فريق اليد عندنا بيحارب كل الطبيعه. ده ما فيش بيان طلع من اتحاد اليد يقول لك ايه موقف الزمالك؟ ايه التعنت الشديد ده؟ ايه التجاهل الشديد ده من اتحاد الكوره، اتحاد اليد؟ انتوا بتعاملوا نادي الزمالك فوقه. احنا مش ضعاف، احنا اقوياء قوي. انتوا بتحاولوا تضعفونا. احنا عشان من غير مجلس اداره ولجنه مؤقته والكلام ده كله، بس احنا اقوياء جدا. بعد اذنكم، اللي بيحصل ده كارثه. طلعوا بيان. اشمعنى بتسمعوا البيانات الثانيه؟ طلعوا بيان. بيان تقولوا فيه كره اليد القيد واقف عشان كذا، والكهرنات واقف عشان خاطر كذا، ومش وكذا وكذا، عشان احنا معاهم والجماهير معاهم. وخلي بالك من كلمه الجماهير معاهم دي. جماهير نادي الزمالك العظيم وقت الزنقه هتلاقيها. واحنا لقيناها في ماتش اليد اللي فات ده. فاحنا معاك يا هتلر ومع اسره كره اليد ومع الناس كلها. واقفين معاك رجل 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 واحد. انتخابات نادي الزمالك. خدها مني بقى حصريا، في توافق هيحصل لمصلحة نادي الزمالك، في توافق هيحصل لنادي الزمالك في الانتخابات. ولو حصل فعلا هتبقى ضربة معلم، والنادي هيقوم قومة مش طبيعية. أتمنى بقى اللجنة الإلكترونية وأصحاب السوق والناس اللي عندنا في الزمالك اللي ماشي غير مصلحتها مش مصلحة النادي، ربنا يا رب يعني يعمي بصيرتهم بجد. لإن لو حصل التوافق ده مع المداخلة اللي حصلت بين الطرفين
مش هذكر اسامي بقى دلوقتي عشان ده في توافق، يقول لك اسامه بيعمل لهم دعايه انتخابيه، مش بيعملوا دعايه انتخابيه، والكلام الهقص اللي انا ما بحبوش ده. الانتخابات على صفيح ساخن، ولكن لو حصل التوافق ده مبروك لنادي الزمالك، هتقوم لقمه وبسرعه شديده جدا وفي وقت قياسي جدا، وهيحققوا نتائج ايجابيه في جميع الالعاب، وهيسددوا الديون وهيفكوا القيد، وهتبقى طفره غير عاديه في وقت غير عادي لو حصل التوافق ده. كل التوفيق طبعا لاي حد تاني، احنا مع الناس كلها على ودي دي اهم حاجه في الانتخابات. خلي بالك ما حدش يقول لي اصلا انت نسيت ومش نسيت والكلام ده كله. ارجوكم للمره مليون بقولها لكم، احنا مع اي حد يجي يخدم نادي الزمالك، اي حد يجي يخدم نادي الزمالك، اللي مش يخدم نادي الزمالك عمرنا ما هنقف معاه، وكلنا اتعلمنا من الدرس، وكلنا قصتنا في حق نادي الزمالك. التوافق ده هيحصل، هتسمع عنه النهارده، هتسمع عنه بكره، هتسمع عنه في توافق انتخابات نادي الزمالك. كل التوفيق ان شاء الله نادي الزمالك ونادي الزمالك، كل التوفيق لاسيريو والفريق كره القدم، كل التوفيق لهتلر وفريق كره اليد، احنا في ظهركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.